بدأت المديرية العامة للأثر والمتاحف مشروع ترميم وتأهيل قلعة الشيزر التاريخية في محافظة حماة، والتي تعرضت لاعتداءات المجموعات الإرهابية خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى تصدع وانهيار في عدد من مبانيها وجدرانها. عبد القادر فرزات رئيس دائرة الآثار والمتاحف في حماة أشار إلى أن أعمال الترميم والتأهيل تشمل الواجهة الرئيسية لمدخل القلعة وعدداً من أسوارها وجدرانها المتصدعة بكلفة 15 مليون ليرة ضمن خطة التأهيل السريع للمديرية. بدأت الأعمال منذ أيام قليلة، أعمال الترميم في قلعة شيزر الأثرية الهامة التاريخية، وقلعة شيزر تعتبر من أهم القلاع في محافظة حماة، حيث تقع إلى الشمال الغرب من محافظة حماة على بعد ما يقرب 20 كيلومتر. هذه القلعة كانت دائما تتصدى للغزوات الصليبية والمغولية. هذه القلعة كانت تتبع لها الكثير من القلاع في منطقة الغربية من والشمالية من محافظة حماة، ابتداء من قلعة أفاميا وقلعة أبو قبيس وقلعة مصياف. هذه القلعة تتبع إلى المركز إلى قلعة شيزر. يذكر أن قلعة شيزر شيدت على أكمة صخرية تحاذي نهر العاصي من الغرب، وقد ورد اسمها بين أسماء المدن السورية القديمة باسم سيزار وسنزار، وقد سميت في العهد السلوقي باسم لاريسا، لكن السوريين أعادوا الاسم القديم باسمها الحالي شيزر.